لك يا الله دكتورنا يكرمك. الغالي، استاذنك ناخد معانا استاذه مي. السلام عليكم استاذه مي، معانا حد معانا؟ طيب، بما اننا بنتكلم عن جبر الخواطر، احيانا بيبقى فتره الخطوبه زي حاله استاذه هدى، ربنا يا رب يكرمها بالرجل المناسب، يكون رجل صالح ووش الخير عليها، يعني زي ما يا بيقولوا. رب، اللهم امين. احيانا الامور بتختلف، وزي ما بيقولوا الزوج او الزوجه بيحس انه اتدبس خلاص، هو شايف كده. تمام، بما اننا بنتكلم عن جبر الخواطر واصبح في اولاد، هنا بقى جبر الخواطر ازاي المركب بيمشي؟ هنجاوب، لكن استاذنك وناخد حاضر، معانا مره اخرى استاذه ميا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا بيك يا استاذه. انا عايزه اسال سؤال دلوقتي. انا بضطر انافق مديرتي في الشغل عشان احافظ على اكل عيشي. دلوقتي ده حرام ولا عادي؟ نوع المنافقة ازاي يا استاذة مي؟ يعني بتعملي ايه مثلا؟ اللي هو اي حاجه ببقى ماشي وراها على رايها، انا بفضلها مثلا. طيب، حاضر يا استاذة مي، سؤال جميل والله، يعني هنجاوب عليه مباشرة ونرجع حاضر نتكلم، حاضر، لان الفرق بين جبر الخواطر والنفاق اعتقد خيط رفيع. صحيح اتفضل صحيح. يا مولانا. جبر الخاطر هو أمر ظاهر وخفي، أنا بجبر بخاطر الناس في الظاهر والباطن. النفاق لا، أنا أخفي خلاف ما أبدي. سبحان الله. طيب الرياء، أنا أبدي خلاف ما أخفي. النفاق والرياء عكس بعض، عكس بعض. هما الرياء ده عكس الإخلاص، والاثنين مذمومين. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طب المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كانوا بيصلوا ويصوموا لكن لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فهو ده النفاق، إن أنت تنافقي، لا، ربنا نهانا عن كده، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده. أنت عامل ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيرضي عنك المديرة. وكان دايما مشايخنا يقولوا لنا ايه؟ ارضاء الله غاية لا تترك، وارضاء الناس غاية لا تدرك. صحيح. فلا تنشغل بما لا يترك عما لا يدرك. اقولها تاني، ارضاء الله غاية لا تترك، لا تترك، ما تتركهاش، ده انت ترضى ربنا. صحيح. وارضاء الناس غاية لا تدرك، تمام، مش هتدركها ابدا. فلا تنشغل بما لا يدرك عما لا يترك. صحيح. طب انا لما راضي ربنا، تمام، فليرضى عني الناس او فليسخطوا. صحيح. انا لم اعد اسعى لغير رضاك. فين قول الله جل وعلا والقيت عليك محبه مني؟ فين قول الله جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ لكن اقول لها ايه؟ في حاجه اسمها المجامله. تمام. يعني بتسألك ايه رأيك في الفستان بتاعي؟ ده جميل ما شاء الله، الكلمة الطيبة صدقة. ايوه، ده فرق كبير. تمام. وبول صحيح. شاسع. صحيح. بين النفاق وبين المجاملة. جميل. المجاملة فيها تطيب للخاطر، فيها جبر للخاطر. جبر حتى للخاطر. لو الفستان مش عاجبك قولي لا ده صحيح. كويس جميل. تمام. جايباه منين؟ بكام؟ ممكن اروح اجيب من المكان ده؟ طبعا. دي اسمها مجاملة. انما نفاق، المنافق اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا ائتمن خان، ما صحيح. هي هتنفقها في وشها ومن وراها هتتكلم بشكل فيها. تاني او فلا بصورة داعي تانية. لهذا الأمر.